الشيء للرايس 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 علي أمين قال على زينك 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 نشمت ويا الرجاس أقل سيدي بعدك حي حاضر أو قمت زينك جاش يقول قلب زينب لما ما مروا بها عليك وانتم على صعيد كربلاء يقول الجبت زينب قامت بحاجة اهلها خوانها اولادها قصروها لأمواتنا لشيعة علي بن أبي طالب لأنه وجدوا أموات المؤسسين الجالسين وأمواتي معهم الفاتحة. الله